أعزائي المشاهدين أهلا بكم. كنا قد بدأنا سلسلة من المناقشات وكنا قد بدأنا في لمس العصب الحساس كما يقولون في فكر العقيدة المسيحية في الحلقات السابقة. كنا قد وضعنا أيدينا على حجر الزاوية الذي إذا نزعناه من مكانه لانهارت المسيحية برمتها، ألا وهو تجسد الله. وإن كنا قد ناقشنا بعض الأمور التي تعتبر إشكاليات منطقية وتاريخية وعقلية إلى آخره في هذا الموضوع، لكننا اليوم سنتكلم عن قضية جديدة، وهي إما أن تفتح الباب على مصراعيه في قبول فكرة التجسد، وإما أن تغلق الباب وإلى الأبد في نفس الموضوع. لهذا فاليوم سنسأل في نفس المسألة في تجسد الله، وسيكون عندنا الكثير من الجدل، فأرجوكم ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة جديدة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور عماد شحادة، رئيس كلية اللاهوت الإنجليزية بعمان الأردن، ومعنا أيضا دكتور هاني يوسف، أستاذ اللاهوت في كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة. أهلا بكم. شكرا. أن يتجسد الله فهذه إمكانية لا يمكن أن ننكرها عنه، فهو قدير على كل شيء ويستطيع كل شيء. وأن يكون الله إنسانا أثبتنا هذا الموضوع وقتلناه بحسب. لكن أن يكون هذا الإنسان له هذه الألقاب الصعبة التي تتنافى كليا وجزئيا مع أن يكون هو في ذاته هو الله، هذا أمر غير مقبول. فنهاردة نتكلم عن شوية حاجات يضع الكتاب المقدس المسيح فيها قاب قوسين أو أدنى من الشك في أن يكون هو الله من الأساس. هل عندكم استعداد ندخل مع بعض الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ طيب، هتكلم بس عن بعض الألقاب التي يصف بها الكتاب المسيح، وهي ألقاب إنجاز التعبير ليست فقط اسمحوا لي تحط من شأنه الإلهي، لكنها حتى تحط من شأنه الإنساني. يعني لم أرى مثلا إنسانا في البداية دكتور عماد يطلق عليه أنه خطية. يعني يمكن أن نقول مثلا أن آدم ملعون أو قايين ملعون. ملعون دي صفة اللعنة تلتصق بقايين، بس قايين مازال، لكن ما أقدرش أقول أن قايين هو اللعنة. لكن الكتاب المقدس مثلا في كورنثوس الثانية أصحاح الخامس والعدد 21 يقول بولس الرسول المسيحي فيها أن الله الآب جعل الذي لم يعرف خطية، يتكلم عن المسيح، خطية لأجلنا. فكيف تقولون أن الله خطية؟ هو في كورنثوس الثانية 5:21 صار الذي لم يعرف خطية صار خطية، هو ليس خطية. بمعنى ثاني، الخطية هي في الإنسان، المشكلة في الإنسان. أكبر مشكلة عند الإنسان هو كيف ينجو من غضب الله بسبب خطيته. نعم. فالله بمحبته صار إنسانا وعاش الحياة الكاملة اللي كان مفروض نحن نعيشها، بس نحن أخفقنا في عيشها. بس أنت النهاردة بتسميه خطية، إزاي عاش حياة كاملة هو خطية؟ لا هو عاش حياة كاملة وأخذ، صار في تبادل، يعني أخذ هو خطايانا. صار الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله. صار في تبادل، أنا الخاطي أخذ هو، انحسبت حساب عليه وهو لم يرتكب أي خطية، هو خالي من الخطية. لم نقول أنه خاطي، جعل الذي لم يعرف خطية خاطي، هو لبس خطايانا. لبس بمعنى حتى الآن شوف شو اللي عمله، ليش عمل هيك؟ لأنه ذهب بها إلى الصليب، يعني هو ذاق العقاب الإلهي لخطايا البشر، هو تحملها حتى ينجينا منها. فهو بهذا الهدف هو انحسبت خطايانا عليه حتى بره هو ينحسب علينا. شيء هائل. هذه حاجة الإنسان. كيف الإنسان ينجو من عقاب الله؟ كيف ينجو من جهنم؟ كيف ينجو؟ المسيح أخذ هذا الدور، هو الإنسان الكامل، أخذ الطبيعة البشرية وتحمل خطايا البشر، ليس خطايا، هو لم يرتكب أي خطية. فصار بدان، يعني هنا ما نسميه بالموت البديلي، أخذ مكاني، أخذ كليا مكاني فبالعقاب، وثم أعطاني مكانه بأنه لبسني بره. يعني هو شيء مش معقول أنه أنا ألبس كمال المسيح بالإيمان مع أنه أنا غير مستحق. فهذه هي جوهر الإنجيل، أنه المسيح الكامل أخذ خطايانا وأعطانا بره.
هذه هي الفكرة. أحب أكمل على كلام الدكتور عماد وأبني عليه، وعندي شغلتين. النقطة الأولانية فكرة التبادل أو فكرة البدلية، أنا عايز أأكد عليها بأن أنا ما أقدرش أقرأ كلمة صار خطية لأجلنا من غير ما أكمل العدد لكي نصير نحن بر الله فيه. فكما أن البر ليس ملكنا بالطبيعة بل نلناه بسبب المسيح، فالخطية ليست ملكه بالطبيعة لكن هو نالها وحملها بسببنا نحن. فهي دي فكرة البدلية. النقطة هنا أنه صار خطية لأجلنا، إزاي يبقى خطية وإزاي في نفس الوقت يبقى الإنسان القدوس، إزاي يبقى ابن الإنسان، إزاي يبقى ابن الله. وهنا تيجي نقطة مهمة جدا جدا، فكرة إيه هو الإنسان الحقيقي. الإنسان الحقيقي هو الإنسان اللي بيحيا دائما في حياة طاعة لله. دي الحاجة اللي أخفق فيها آدم، دي الحاجة اللي كلنا بنخفق فيها إلى الآن. في أنفسنا نحن خطاة، تمام؟ ما صنعه المسيح هو أنه عاش حياة طاعة كاملة لله. لكن فيما تتمثل هذه الحياة؟ ما هي الملامح بتاعت حياة الطاعة دي؟ إزاي أقدر أقول أنه هو طاعة؟ أنه حقق مشيئة الله من حياته. إيه هي مشيئة الله من حياته؟ أنه يحمل خطايا العالم. أنه هذا الذي لم يعرف خطية يصير خطية. زي يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا في البداية بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كل واحد فينا ليه دعوة في الحياة دي. ربنا عنده مشيئة معينة من حياته، وطاعتنا بترتبط بتحقيقنا لهذه المشيئة. بسماع صوت الله وتحقيقنا لهذه المشيئة، الناحية في حياة طاعة لله. الدعوة بتاعت المسيح كإنسان هي انه يحمل خطايا العالم. هي دي دعوة، وده اللي بنسميها اوقات كتيره في عقيد في العقائد اللاهوتيه عقيده الاختيار. هو مختار من اجل ذلك، لما نقرا اشعياء 53 مختاري عبدي الذي اعضده ليه، عشان هيعمل كذا وكذا وكذا، هيعمل ايه، هيسحق بالحزن وهيقطع من الارض، لا صوره له ولا منظر. دي الدعوه بتاعت هذا الانسان، دعوه هذا الانسان انه يحمل خطايا العالم، وفي حمله لخطايا العالم هو يحيى حياه الطاعه الكامله. عشان كده الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح ان هو بلا خطيه. بلا خطيه ازاي؟ بلا خطيه في انه اطاع، وبلا خطيه بتتكون في فكره انه حمل خطايا العالم. هي دي نقاء المسيح من خطيته في انه يحمل خطايا العالم، لان هذه هي طاعه الله كانسان. طيب ندخل الى نقطه اعمق قليلا. يقول يوحنا في بشارته التي كتبت اخر البشائر الاصحاح الاول، الكلمه صار جسدا. يقول بولس بعد ذلك أو قبل ذلك تاريخيا في بحسب التدوين صار خطية، ويقول في فيليب 2 صائرا في شبه الناس وصار أعلى من السماوات. مش ملاحظين معي أنه صار دي بتخلينا حاسين أن الدنيا مش ثابتة، يعني مرة صار إنسانا، مرة صار خطية، مرة صار أعلى، مرة صار أقل. إيه الموضوع؟ يعني أي ثبات تريدون أن تبنوا إيمانا عليه في هذه التحولات الغريبة المفاجئة الطارئة اللي طالع نازل؟ أوكي. سؤال كتير كويس. الآن في تفرد في الإيمان المسيحي. الإيمان المسيحي ليس عبارة عن مجموعة من القوانين والتوصيات اعمل وما تعملش، هذه الأمور تأتي لاحقا، لكن في جوهر الإيمان المسيحي يتفرد الإيمان المسيحي إنه الإيمان المسيحي هو خبر صار يحكي لك عن شيء حدث في التاريخ. عشان هذا معنى كلمة إنجيل، حدث صار إشي. فلما تبشر في الإنجيل بتقول هيك صار، الله تجسد، الله عاش حياة كاملة بالشخص المسيح، الله ذهب إلى الصليب، يعني خبر صار. والله نفسه، أنت يا إنسان، البشارة للإنسان، أنت اللي مش قادر تعيش لله، حاسس حالك خاطئ وعندك شرور، مش عارف إذا الله بيرضى عنك، عم بيقول لك الله عندي خبر صار إلك. المسيح أخذ مكانك، أخذ خطاياك، صار خطي، صار إنسان، صار أخذ الخطية عنك وقام من الأموات، حدث وانتصر على الموت. فالإنسان اللي بيقبل هذا بالإيمان بيقول عندي 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 انتصار. أو أعطيك شبه آخر. لما تصور ملك ذهب حتى يحارب عدو معين وانتصر على العدو وأنجز الانتصار، فهو شو بيعمل؟ هل سمعت القصة مؤخرا؟ مثل بيرسل وفوده يخبر شعبه، بيخبر شعبه انه صار انتصار، افرحوا احتفلوا.
الانتصار لكم مجانا، كل ما عليكم تعملوه هو تقبلوه لكم، صار لكم. بينما لو الملك مهزوم والعدو لساته ما هزم، شو الملك بيعمل؟ لازم مهزوم ما عنده انتصار، بيرسل خبر لشعبه بيقول لهم حضروا حالكم، ديروا بالكم، احذروا، مش عارفين المستقبل شو راح يصير، مش عارفين شو راح نعمل، هاي التوصيات، اعمل هيك ما تعملش هيك، ساوي هيك ما تساويش هيك. فبيكون الشعب عايش في خوف وبحيرة مش عارف المستقبل لأنه ما في انتصار. رسالة الإنجيل هي خبر صار، صار هيك. فالله الله العظيم هو عظيم لدرجة، يعني ممكن هذا السؤال، هل هو عظيم لدرجة ممكن يخلصني؟ هل هو عظيم لدرجة يصير مثلي؟ هل هو عظيم لدرجة يأخذ طبيعتي زي ما أنا ويعيش يعيش الحياة على الأرض؟ هل هو عظيم لدرجة أنه يموت مكاني؟ هذا هو رسالة الإنجيل. لا تؤاخذني دكتور، حضرتك تناورني. أوكي. أنا لا أقصد صار بمعنى حدث، لكني أقصد صار بمعنى تحول. أوكي. ما عم بحكي أنه في تحول، فلا أتكلم عن ما حدث، فهناك الكثير من الأحداث التي صارت والتي ستصير. لا نتكلم عن هذا لأن الله من المؤكد أنه يتفاعل مع الأحداث ومع حدوث الأحداث. صار أن الله إنسانا كحدث، لكنه صار أيضا أن الإنسان ذهب إلى الجحيم كحدث آخر، انتهت القضية. لكن ما معنى الصيرورة بمعنى التحول؟ هل نقصد بمعنى صار مثلا أن المسيح صار إنسانا كما يقول أثناسيوس الرسولي أنه اتخذ جسدا لكنه لم يتحول إلى الإنسان؟ ولا هو صار بمعنى إيه؟ أنا خاف من التحولات، واخد بال حضرتك يا دكتور هاني؟ صار هنا لا تعني التحول بمعنى أن الله في التجسد كف عن كونه إلها. نعم. العقيدة المسيحية بتقول أن يسوع المسيح هو ابن الله وهو ابن الإنسان، هو الله 100% وهو إنسان 100% في نفس الوقت، شخص واحد في طبيعتين في نفس الوقت، في نفس الوقت دائما وبدون انفصال وبدون امتزاج. ولا يوجد طبيعة تتحول إلى طبيعة أخرى، فالطبيعة الإلهية لا تكف عن كونها طبيعة إلهية. ما إيه صار إنسانا وصار بشرا وجسدا وأقل من الناس وخطية، وإيه التحولات دي؟ حال وجوده داخل الكون بتاعنا في إطار خلقانيتنا، إطار هو ابن الإنسان في الخليقة، إطار بشريتنا، إطار بشريتنا، إطار كوننا مخلوقين، إطار بشريتنا، هو ابن الإنسان. تعريفه أنه هو ابن الله الذي صار ابن إنسان، أي دخل إلى خليقتنا. ولما دخل إلى هذه الخليقة دخل بسبب هدف، بهدف معين. هذا الهدف هو أنه يصنع شركة مع الإنسان، ولأن هذا الإنسان وجد أنه خاطي ولا يمكن تحقيق شركة بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطي، فكان على الله أن يقدس هذا الإنسان، أن يحرر هذا الإنسان من الخطية، وبالتالي بيصير خطيئة من أجلنا، لكي يصير نحن بر الله فيه ونصبح بما كان فيه، إن إحنا نقدر يبقى فيه شركة بيننا وبين الله فيه. الأهداف عظيمة، العملية معقدة، الإنتاج مفهوم مهضوم، لكن العملية البروسيس نفسه، أن الله تصار إنسانا معناها اتخذ جسدا، أم أنه تحول إلى إنسان أو تحول إلى الخطية؟ ده اللي أنا عايز بس أضع خطوط فاصلة ما بين المعاني، لأنها خطيرة جدا وتشكك فيما بعد في إيماننا. في التاريخ عالجوا هاي، يعني عبر العصور الناس كانت تسأل أسئلة فاجتمعوا، فبتطلع مرات من المجامع الكنسية ردود على أسئلة مثل هيك. نعم. أحدها خلقيدون 451 وما في تحول هنا، ما في تحول، الله بطل الله زي ما تفضل دكتور هاني وصار إنسان. هي إضافة، يعني هو بقي الله وأضاف طبيعة أخرى، إضافة وليس تحول. يعني مثل الملك صار راعيا، هو ما زال ملك، ملك لكن متخفي كراعي، بس هو ما زال ملك. الآن أحد المقاطع الكتاب المقدس اللي بتشرح هذه الأمور هي فيليبي 2:5 وما يلي، والأخلى نفسه كيف بشرحها، آخذا صورة عبد، لاحظ كيف، آخذا ليس متحولا، هو قائم سرمديا كصورة الله، لكن لما أخلى نفسه، أحد الطرق اللي أخلى نفسه، في عدة طرق بشرحها في النص في فيليبي، أحد أنه آخذا صورة
عبد، هو في صورة الله أخذ، فهو أضاف إضافة وليس تحول. فأضاف طبيعة، فهنا دخول الله إلى الاختبار البشري. فأضاف الطبيعة البشرية بهدف، عنده هدف أنه كل هذا الهدف هو حتى يموت، حتى يفدينا، لأنه نحن ما بنقدر نتحمل الغضب. يعني مات الموت اللي نحن لازم نموته، بس هو ماتوا عنا، شايف كيف؟ عشان ينقذنا منه. وليش عمل هيك؟ لأنه أضاف الطبيعة حتى يموت لازم يكون عنده طبيعة بشرية يموت بها، يموت بها، وليس تحول إلى إنسان، هو إضافة طبيعة بشرية. فهو زي ما تفضل دكتور هان، 100% الله طبيعة إلهية، و100% إنسان في شخص واحد. هنا عجيب الشخصية مرة أخرى، هنا إعلان لنا نستفيد منه، نختبر الخلاص. لكن كيف بنشوف هنا؟ إحنا في بعد محدود، أبعاد محدودة، بنشوف إشي، بنشوف جانب من جمال الله وعظمته بطرق مختلفة، وهي أحدها. هل كان المسيح كاملا في صفاته عندما نزل إلينا، أم كانت هناك صفات معينة يجب أن يكتسبها من الطبيعة البشرية، صفات أدبية إلهية؟ يعني المسيح في حياته على الأرض كان إعلان كامل ونهائي لحياته الإلهية. متأكد؟ ده الكتاب المقدس بيقول، ده الإيمان المسيحي بيقول. طيب. أنا عندي من الكتاب المقدس ما يقول عكس هذا. فمثلا مع كونه ابنا، ونفهم أن ابن مش بابن بالجسد لكن ابن الذات الإلهية، عين الذات الإلهية، تعلم الطاعة مما تألم به. كان مطيعا كإنسان لإرادة الآب، لكنه تعلم الطاعة، وهذا اكتساب صفة، وهو كامل الصفات في ذاته ولا يحتاج إلى اكتساب شيء. أود التوضيح. هنا نرجع تاني لعقيدة الثالوث. هل أنا إيماني بالله هل هو إله حي؟ أنت بتقول من شوية أن احنا كله تمام، أو الله بيتفاعل مع الأحداث. طبعا معنى يتفاعل مع الأحداث، يعني معنى أن ممكن يتفاعل مع أحداث جديدة، ومع هذه الأحداث الجديدة لابد أن يتفاعل معها بجدية، صح؟ ما يكونش بيضحك علينا يعني. طبعا تمام. أوكي. بس هي ليست جديدة عليه. لما أقول هي جديدة علينا، جديدة في محيط الزمن، لأننا نعيش في محيط زمني له ماضي وحاضر ومستقبل، لكنها ليست جديدة عليه، لأنه هو مكشوف أمامه الزمن بكل ما فيه. لا بس يعني مثلا أقول لك، أنا قصدي يعني مثلا أقول لك، هل التجسد جديد بمعنى المعرفة ولا جديد بمعنى الاختبار؟ يعني التجسد حدث تاريخي، نعم، إن لم يكن شيء جديد يبقى حدث ملوش قيمة تاريخية بالنسبة لنا، جديد. لكن بالنسبة لله، هل كان التجسد جديدا على الله؟ هل كان المسيح في الأزل لا يعرف شيئا عن التجسد؟ لا، يعرف، لكن التنفيذ التنفيذ يعني دخول الفكر في حيز الزمن يجعله جديد. بالضبط. تمام. وده موقف جديد الله بيتعامل فيه مع الإنسان. تمام. بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان، ولكن ليس معرفيا لله. بالنسبة لله الله يعرف بعلمه السابق، يعرف كل شيء. بالضبط. لكن وجود الخليقة أو عدم وجود الخليقة أو عدمها هل يعني شيء بالنسبة لله؟ وجودها طبعا. اوكي، اذا فهي حدث جديد. الله يستطيع ان يصنع امر جديد. تمام. هذه النقطه، ان الله يستطيع ان يصنع امر جديد، ويستطيع ان يدخل في علاقه لها معنى في هذا الشيء الجديد الذي يصنعه. بهذه الكيفيه، الله في المسيح يسوع كانسان تعلم الطاعه فيما تألم به، لانه عاش حياه انسانيه حقيقيه، والا يبقى كان بيعمل تمثيليه علينا. يبقى لما مات ما كانش موت حقيقي، لما جاع ما كانش جوع حقيقي، لما حزن ما كانش حزن حقيقي، ولو ما كانش الحاجات دي حاجات حقيقيه ما كانش انسان كامل، ولو ما كانش انسان كامل لا نستطيع ان نخلص. وبالتاكيد هيبقى ضد شهاده الكتاب المقدس، لان المسيح يسوع كان انسان كامل بيجوع وبيعطش وكان بيحزن وكان بيتالم، وفي النهايه مات من اجلنا. تسمح لي اختلف معك؟ اتفضل. مش اختلف، انا غير مقتنع، ولي اسبابي. الله في ذاته لا يتغير، ومعنى أن الله لا يتغير أي لا يضاف إليه شيء ولا يحذف منه شيء. عندك اعتراض على هذا الكلام؟ عندي اعتراض على مفهوم التغير. نعم. لأن حاجة تتغير يعني زي إيه؟ يعني زي مثلا عندي زهرية هناك دي، لو سبتها كده مليون سنة لن تتغير. هل الله لا يتغير بهذه الكفاية؟ لا يتغير، ولا لا يتغير من جهة أهدافه ومن جهة أماناته، من جهة شخصه لن يتغير. الهدف من الخليقة ومن كل الحكاية اللي موجودة في الكتاب المقدس، من حكايتنا كلها، هدف واحد: أكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. الهدف هو العهد، ده اللي موجود في الأول في سفر التكوين، لما الله خلق آدم قال أنا عايزك تبقى معايا،
وبعد كده ايه مفهوم التغير اللي ممكن يكون موجود؟ انا جاي لك دلوقتي، انا جاي لك دلوقتي. فالله لا يتغير من جهه امانته، يعني مش هيبقى حد تاني، مش هيكون هيكف عن كونه اله محب، مش هيوعدني بحاجه في المسيح يسوع وبعدين يجي يقول لك انا ضحكت، يقول لي انا ضحكت عليك، مفيش مشكله، مش هيتغير. هو نازل من السماء متجسد مطيع وتمام التمام. ما معنى تعلم الطاعه؟ احد الاشياء اللي حققها التجسد بانه المسيح عاش حياه الانسان الكامله، فهو تعلم مثل الانسان، اطاع مثل الانسان، عرف مثل الانسان، تالم، عطش، تعب، نام مثل الانسان، لكن كان من دون خطيه. هذه احد جوانب ظهور المسيح كانسان اللي هو الله المتجسد. الان ترى في الكتاب المقدس انه مرات بيتكلم عن المسيح كالله الذي نزل الينا من فوق لتحت، مرات بيتكلم عنه كانسان عم بيتطور وبيثبت شو ما، او بيفرجينا كيف الانسان ممكن يتطور يصير اكثر كمالا كما يجب، اللي هو كانسان اللي الانسان فشل فيه. اعطيك مثل اخر من سفر العبرانيين، لما انت قلت تعلم الطاعه، نعم. مثل اخر من سفر العبرانيين بتشوف هالجانبين من فوق لتحت ومن تحت لفوق. تفضل. مثلا عبرانيين 1:3 الذي عن المسيح، وهو بهاء مجده، مجد الله، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الآن هذا من فوق لتحت، هذا المسيح، هذا هو بلاهوته سرمديا، بعدما صنع بنفسه تطهير الخطايان، هاي هو إنسان يعمل ككاهن أو كذبيحة على الأرض، يصنع تطهيرا ويقوم بواجب إنسان عادي على الأرض. الآن النظرة هنا من تحت لفوق، يصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، وجلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة، يعني تطور كإنسان، اللي أخذ دور الإنسان اللي الإنسان فشل فيه. بمعنى آخر شو اللي عم بيصير هنا؟ المسيح عم بيعيش حياة الإنسان الكاملة عنا بدالنا. فما هذه جانب، بس جانب. المشكله في كثير من المسيحيين في النظر للمسيح انه بياخذ ايه واحده، تعلم الطاعه، ابي اعظم مني، مش عارف ايش، وبيبني عقيده كامله عليها، وبيغفل عن ايات كثيره تتحدث عن الوهيته. مثلا في عبراني، نفس عبرانيين، كرسيك يا الله، عن الابن، كرسيك يا الله الى دهر الدهور، بنفس الوقت بتكلم فيه كإنسان يتعلم الطاعة. فإذا لما بتنظر الكتاب المقدس ما بتقدر تأخذ بس جانب واحد أو آية واحدة أو مقطع واحد تبني عقيدة كاملة، في آيات كتيرة بتمنعك تبني هاي العقيدة إنه هو إنسان تغير مش عارف إيش بمحدودية. فلازم ننظر لكل الكتاب بشكل متزن. حضرتك وضعت خط فاصل ما بين الطبيعتين ومقتضيات الكلام عن هذه الطبيعة وعن تلك. يعني إذا السؤال اللي أنا سألته لحضرتك في أساسه خاطئ، لأن أنا كنت بسأل عن عقيدة أو عن طبيعته الإلهية، والآية تقصد طبيعته البشرية، ففي وضعه أو في كونه بشرا يتعلم ويكبر وينام ويجوع ويعطش، لكن في كونه إلها أعتقد أنه لا يحتاج إلى كل هذه. طبعا. تمام. حضرتك آخر شاهد خدتني لي عبرانيين 1 ورطت حالي، أتمنى أكون غير مشاكس. أوكي. عبرانيين 1:4 صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. نفس عبرانيين، مش هنروح في حتة تاني. 9:2-9 ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. أوكي. تناقض. ماشي، أنا أقول لك شو اللي عم بيصير. عبرانيين 2:5 ماشي. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد. شو العالم العتيد؟ عم بيحكي عن العالم القادم، أيوة، الحياة الأخيرة. في 10 بقول يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. العالم العتيد بقول لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. يعني العالم العتيد ما رح يكون تحت سلطان الملائكة. هلا بدي فسرنا شو طبعا. عم بيحكي، لكن شهد واحد في موضع، عم بيشير لمزمور 8، هو أيوب، اللي هو مزمور 8 مزمور مش 8. أيوب مزمور نفس 8 الشاهد. هنا ما بيحكي لنا مزمور 8، لأنه المهم أنه بالوحي، قصده أنه بالوحي شهد واحد، أي داود. داود شهد واحد في موضع قائلا، ما هو الإنسان حتى تذكره؟ مين هو الإنسان؟ أنك تفكر فيه، يعني تخلقه، مين هو الإنسان؟ يا رب. يعني بتقول أو ابن الإنسان، هذا تعبير آخر عن الإنسان، ابن الإنسان،
حتى تفتقده، مع أنه الإنسان قيمته قليلة وضعته قليلا عن الملائكة. يعني معنى تاني، لما الله خلق الدنيا خلق الملائكة وضع الإنسان شوي أقل من الملائكة، يعني مرتبة عالية جدا أنه شوي أقل من الملائكة، الإنسان العادي. الإنسان العادي، بس الكلام هنا عن يسوع مش عن الإنسان. لا لسه يسوع بيجي بعدين. يسوع بعد التسعة اللي انت حكيته قبل شوي. طبعا. لسه يسوع ما دخل على المسرح. ماشي. الإنسان هنا بتكلم عن الإنسان العادي. الإنسان العادي. أوكي. لكن وضعته قليلا، أعطيته كرم، بقول ممجد وكرامة كللته، أقمته على أعمال يديك، عرفت كيف، فوق الخليقة. أخضعت كل شيء تحت قدمي. لسه عم بيحكي عن الإنسان. لأنه أخضع كل الكل، لم يترك شيء غير خاضعا له. على أننا، انتبه، صار في تغيير هون. على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. وأنا عم بيحكي عن السقوط، يعني في البداية كل شيء خاضع للإنسان. إنسان في أعلى مرتبة تحت الملائكة شوي، كل شيء خاضع له. على أننا اليوم لسنا نرى الكل خالف، إذن في كارثة اليوم اللي هو عم بيفترض السقوط هنا. فإذن صار بده إنقاذ، صار بده خلاص، صار بده حل للمشكلة. أوكي. ولكن الآن إجا شرف المخلص. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، شو عم بحكي هون؟ إنه يسوع أخذ الطبيعة البشرية، يعني هاي الإنسان مرتبة عالية سقط وضع إجا يسوع كمان أخذ نفس طبيعة البشرية، وضع قليلا عن الملائكة. ليش أخذها؟ وصل إلى مستوى أو إلى المحطة الإنسان الأخيرة بتاعتنا تبعتنا. فيسوع أخذ هالدور هاد ليش؟ مشان ينقذنا. هلأ شو لاحظ كيف الإنقاذ صار. فبقول الذي وضع قليلا عن يسوع الآن نراه مكللا بالمجد والكرامة. فعم بحكي هون عم بفترض كما يسوع مات وقام من الأموات ورفع الإنسان معه، ولهذا ورث اسما أعظم من الملائكة، ورث اسماً أعظم وصار أعظم من الملائكة. أوكي. كإنسان. أيوة. عشان هيك بقول على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا. يعني رح يجي يوم الكل، كل شيء رح يصير خاضع للإنسان. بمعنى تاني الإنسان سقط، لكن إجا المسيح عملية إنقاذ، رفع الإنسان، والإنسان العالم العتيد رح يكون تحت سلطة الإنسان مش تحت سلطة الملائكة. الملائكة رح يكونوا أقل من الإنسان، بتنعكس الأمور. هالعظم يشوف هالخلاص قديش عجيب. المسيح ينزل ويرفعنا لفوق الملائكة، وبصير العالم العتيد تحت سلطة الإنسان، تحت سلطة المسيح طبعا. أوكي. انتهت الحلقة بكل أسف. مش عارف أقول إيه، لكن ما أروع أن يبطل العجب عندما يعرف السبب. في نهاية الحلقة نتوجه بالشكر الكثير لجناب الفاضل الأسيس الدكتور أو دكتور القس عماد شحاذة، رئيس كلية اللاهوت الإنجيلية بعمان الأردن، والأستاذنا دكتور هاني يوسف، أستاذ اللاهوت في كلية اللاهوت جامعة أو كلية اللاهوت القاهرة. أعزائي المشاهدين، كلما تزداد الأضواء حول الألغاز، كلما ازدادت راحتنا النفسية وازداد استقرارنا وازدادنا اقتناعا ببراءة كل الأبطال من التهم التي نسبت إليهم، وأننا مهما إن زاد وإن طال الزمن أو إن توالت الاتهامات، هذا لا يزيدنا إلا احتراما وتقديرا لما نثق فيه ولما نؤمن به. هذا ليس فرضا أفرضه عليك عزيزي المشاهد، لكنني أدعوك أن تستمر في التفكير والبحث والتساؤل. ارسل لنا كل ما يجول بذهنك ويدور بخاطرك على الإيميلات الموجودة على الشاشة، ونحن ننتظرك بلهفة شديدة الحلقة القادمة. نرجو أن نتقابل قريبا، والرب معك.